الله ينور يا باشا. انت بقى اشرح لنا كده الطريقة اللي بتقوم بيها كده عشان المشاهدين بس يستمتعوا كده معانا بالكلام الجميل والشغل الجميل كمان. انت كده بتعمل ايه؟ بنكرب. تمام. نعمل اواكير، نربي لها جذور. تمام. ننظف على الاكو، دي اكور. ايوه. من غير قدر. تمام. طالع فوق. ايوه. فبدنا نعمل عملية تنظيف تكريب. تمام. وننظف عليه عشان نردم عليه تراب ويعمل جذور يبقى بعدين فصل. ايوه. طيب الجرح اللي انت بتعمله في النخلة من تحت ورينا كده، عاوزين نشوفه عملي كده. عاوزين نشوفه عملي. واحد هنا لسه. تمام. انا بسلخ سلخة صغيرة. تمام. عشان اهي سلخة صغيرة مش جرح كمان اهو. ايوه. حتة كده اهو. تمام ورينا. مع التراب. ايوه. والمية. اعمل لنا كده. تمام. اهي. شوف سلخة صغيرة. منين؟ من منطقة الالتصاق بالام. من بين المسافة بين الام والفصيلة. تمام. علشان نحفزها تطلع جذور. تعمل جذور اسرع. تمام كده ممتاز. طيب هنا. ده يتشال صح؟ دي الاحفاد. أيوة. بتاع الام. ايوه. بجيب اخر الايه. تمام. الفصيلة. يعني دي أطول. يعتبر يا شباب دي رواكيب. تمام. الرواكيب دي اصلا كده يعني المفترض ان هي تتشال وتترمي، ولكن احنا بنحاول ان احنا نستفاد منها بان احنا نحفزها ان هي تطلع جذور، لان هي طبعا مش فسائل، هي مش فسائل، هي طالعه سرطانات في الام، فاحنا بنحاول نحفزها ونطلع لها جذور ونستفاد منها. طبعا النخيل نخيل مجدول، ومعانا الاخ محمد هيكل من افضل الناس اللي بتشتغل معانا بفضل الله، يعني راجل خبره وراجل عنده يعني اصرار ما شاء الله عليه، وماسك المزرعه بالكامل. فزي ما انتم شايفين معانا كده، دي العمليه اللي بيقوم بيها بالظبط، ان احنا بننظف الام من تحت، وبعد كده بنحاول نوصل للجريده اللي تحت. الفسيله بتتسمى كرب، طبعا بنشيل الكرب ده تماما، وبعد كده بنعمل نفس العمليه ان احنا بنجرح النخله من الاسفل بحيث ان احنا نحفزها ان هي تطلع جذور، وهنستفاد كده ان شاء الله. ممكن نعملها باكياس زي ما وريتكم في فيديوهات قبل كده، وممكن نردم على طول لو المسافه قصيره زي كده، نردم نجيب الرمل كده ونردم. لما نردم لفين يا حاج محمد كده ورينا كده. لحد هنا. ايوه الله يبارك لك. تمام كده. المسافه قريبه دي. نردمها رمل ونبدا نحط خرطوم فوق ميه بحيث ان هو ينقط تنقيط بسيط كده على الفسائل بحيث ان احنا نحفزها كده وتطلع جذور ونستفاد بيها. طيب احنا عاوزين نشوف كده نخله من اولها. حاج محمد تعالى مثلا عشان بس ايه المشاهدين كده يستمتعوا بالشغل ان شاء الله. نبدا فين؟ طيب وكده يا جماعه هنشوف مع بعض يعني فيديو كامل او صوره كامله او نموذج كامل كده للعمليه، فاحنا عاوزين نشوفها في نخله واحده عشان وقت الفيديو وقت المشاهدين يعني. تمام كده. طبعا هو شغال بالمسيف اللي معاه، ورينا مسيف الاله بتاعتك كده، قربها كده على الكاميرا عشان المشاهدين بس يشوفوها. ما شاء الله دي اله حاده طبعا مخصصه للعمليه ديت. تمام كده. طبعا احنا حريصين ان احنا ما نشيلش نخل كتير من النخله علشان حاجات امور كتيره جدا، من اولها طبعا سوسه النخيل، والامور الثانيه طبعا ايه ان هي بتخدمنا في الغذاء بتاع النخله بعدين، فما ينفعش نجور على النخله او ناخد منها جديد. دي طبعا حاجات لسه طبعا هنرجع لها ونشتغلها. فاحنا دلوقتي عاوزين نوريكم بس دي عمليه الربط، بيتم ربط الفسائل عشان بعدين قلبها ما يتحركش، وفي نفس الوقت الجريد ما يطلعش فوق كده ويأثر على البلح في الموسم اللي جاي، لان احنا هنستفاد منها ان شاء الله. يعني مع احنا دلوقتي مثلا في شهر 12، يعني على شهر 7 8 الجاي هنقدر نفصل الفسائل دي باذن الله تعالى. كده بنقصر الجريد.
طيب حاول تبدا لنا كده قبل ما تكمل يا حاج محمد، يعني ابدا لنا شوف هتبدا منين بحيث ان احنا ايه الفيديو ما يطولش معانا اكتر من كده. شوف ما شاء الله لو هتبدا من هنا مثلا، احنا ابدا لنا حتى في ايه نوري بس المشاهدين كده الطريقه كده بدايه. باقي اول قرحه تحت اهو. تمام تمام، دي بتسمى البلطة دي صح؟ دي بلطة بجيب اللي تحت. اه بلطة مخصصة للشغل ده طبعا. حاجة بتكون حادة عشان المسيف ما يبصش منك. اه تمام. تمام كده ما شاء الله عليك. لازم تجيبها اول دور كده داير ما يدور عشان الليف ده ما يعملش معايا كده. ايوه كل دور لازم نيجي اول باول. ايوه عشان بس تجيب الطبقه بتاعت الليف كامله. ايوه ما تعملش كده. اه هنفضل شغالين نشيل الكورنيف ده بالكامل لما نوصل للفسايل المطلوبة، يعني ادي دور اثنين ثلاث ادوار او اربع ادوار بنبدا نشيلهم علشان نبدا نوصل للفسايل. وبعد كده طبعا احنا هنردم الاماكن دي كلها الفراغات دي، وطبعا بنحفز برضو النخلة الام على ان هي تطلع جذور في المكان ده وتبقى برضو وسيلة تثبيت للنخلة الام. فالطريقة كلها فوائد مع ان احنا ما بنحبهاش يعني او ما نحبزهاش فوق الشغل فوق، بس عشان الفسايل ناخد الفسايل اللي موجوده بس او الرواكيب اللي موجوده. يعني اتمنى كده ان الصوره تكون وضحت للناس والمشاهدين. طبعا ناس كتيره جدا بتشاهدنا فاهمه الموضوع اللي احنا بنعمله وعندها خبره وخلفيه واكيد قامت بالدور ده قبل كده. اهو بناخد دور دور لما نوصل.
الله ينور يا شباب. للفسايل. وبكده يعني نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبنشكر الأخ محمد هيكل. يا أخ محمد، كلمة كده، ما فيش كلمة جميلة كده للمشاهدين؟ كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا غالي، الله يحفظك يا حبيبي. تمام، يلا نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان الله حق محمد.